واخويا حنا كنوجدوا الفطور ولقينا امازيغ اللي مشى بالسياره ديالو حتى سان بيدرو من الجمعيه ديالنا ديال جمعيه الاسود. الله يحفظنا امازيغ ديما ترحم مسكين امازيغ هذا فين ما تكون شي مقابله المغرب في اكادير الصديق الزنزان فين ما تكون شي مقابله راه كيربي معنا جميع كيوقف معنا ماشي هو مع حتى الناس ديال اكادير السويس الاحرار امازيغ المغرب السوس الله يحفظهم لنا. اليوم الفطور تيقول لك مرحبا 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 كل شيء اكادير كتعرض وان شاء الله مهيئين لهذه المقابله ديال انغولا. اليوم مقابله المغرب وانغولا ويوم زوين صراحه كاينين الاخوان البهجه من الرباط جايين عندنا الاكادير والظلمي ودايرين فطور هنايا يعني قبلت ملعب ادرار وصراحه نتمنوا الماتش نجربوا يتجرب فيه بزاف اللعابه وصافي بليزير انه هاد الامسيه الرمضانيه هنا يعني عندنا في مدينه اكادير ومرحبا بالناس كاملين المغاربه مرحبا بهم عندنا في اكادير. وكما قلت خصنا ننساو هذوك الماتشات اللي درنا في كوت ديفوار باش يعني نبريباريو لي ماتشات الجايين ان شاء الله. وديما مع المنتخب وديما مع المنتخب بالطفوله ديالنا بكل شيء المسائل. احنا اليوم ان شاء الله غادي نفطروا مع نفطروا مع الصحافه مجموعين ان شاء الله. الله يعبر دار الجاليه المغربيه اللي كتعاوننا ما كيعاوننا حد الا الجاليه والمغاربه في المغرب. الله ينصر سيدنا